واترك الكل وحذر طمعك نورك الله بهم كن مشرقا واحذر الأبدد تطفي شمعك ثم ضع نفسك بالذل لهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي موقع zeocity.net، نرحب بكم في العدد الأول من برنامجكم قصتي مع الفرقان. قصتي مع الفرقان لقاء مع شباب وشابات الذين حفظوا كتاب الله تعالى بعد حدث معين مروا فيه دفعهم إلى حفظ كتاب الله العظيم. تابعونا. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الكامل محمد قدوري، المستوى الدراسي جدع مشترك أداب وعلوم إنسانية، السنة 17 سنة، كنقطف مدينة زايو. من الهوايات نتاعي اللي كنحب لعب كرة القدم. تعرفت على القرآن، تعرفت على القرآن الكريم كان عندي 9 سنوات. تعرفت على القرآن الكريم ثم بدأت مسيرتي مع القرآن الكريم. التغيرات اللي طرأت عليا من حفظ بديت حفظ القرآن الكريم عمل لي بزاف ديال الوقت، زعما كان عندي شي اوقات فارغه بحال ملي كنت نقرا، كان عشيه خاويه ولا شي وقت فارغ كنت كنمشي نعمر بحفظ القرآن الكريم. كان بدي نحفظ 10 الآيات 12 الآية بحال هكا، حتى بمرور الوقت بديت كنحفظ 8 4 الى الحزب. الله اكبر الله اكبر. اختاريت نبقى هكا احسن من نبقى زعما دائما لابس لباس هكا بحال ديال المسجد ولا عادي. قليل اللي كيعرفني بلي كنقرا القرآن. انا كانت مشى بحالي بحال الناس هكا لابس كسوة عادي، وفي كيكون شي حاجه شي امسيه شي نتا ندوه قرانيه ضروري خصني نلبس جلابه ولا شي حاجه. لو كان لي قلبان لعشت بواحد. انا فضلت باش نمشي للقران الكريم عوض باش نمشي للغناء و لذاك المجال، حيث الاخلاق نتاعنا ما كتسمحناش نمشيو لذاك، ما تربيناش على ذاك الجو نتاع الغناء، تربينا في جو قراني. العائله نتاعنا تقريبا كانت في هذا المجال ديال القران. اول قاعده هي الانضباط، وزعما صعيب هي باش توافق بين القرايه وبين المدرسه وبين القران الكريم. لكن تقدر زعما راه كاين الناس اللي كانوا يقراو في المدرسه وكانوا يقراو في المسجد وتوفقوا انهم يحفظوا كتاب الله عز وجل. الابن ديالي قدوري محمد، سي محمد او محمد، يعني من البدايه كانت تبان عليه علامات ديال يعني ديال كسميتو ديال انه يهتم بالقران الكريم، بهذا الجانب ديال القران الكريم. وانا لمست فيه يعني من خلال الملامح ديالو، من خلال يعني التصرفات ديالو، انه ميال لهذا الجانب هذا. لذلك يعني اهتميت به منذ البدايه وسهرت يعني باش يمشي في هذا الطريق ديال حفظ القران. النصيحه ديالي للشباب انهم يعزموا على حفظ القران الكريم، غادي ينفعهم دنيا واخره. كاين شي كونكورات راه كيصيفطوا كيطلبوا يكونوا حفظ القران الكريم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلمه. يعني راه عندنا واحد الاجر كبير في الدنيا الا علمنا واحد، يعني علمنا الابناء ديالنا او اي اخر علمناه القران الكريم، يعني راه بحال صدقه جاريه، يعني كتركها موراك، يعني راه كدعي لك بالخير ما دام يعني في هذه الدنيا.
لذلك يعني والثواب ديالو والاجر ديالو راه كيلحق الانسان حتى في القبر وفي يوم البعث. لذلك في القران الكريم راه واحد الشيء عظيم. لذلك كنصح الاباء باش يهتموا بالقران الكريم، يعلموه للناس ويعلموه للاطفال ديالهم والناشئه ديالهم، لان راه هو يعني هو الخلاص نتاع المجتمع من كل هذه الافات وهذه الاشياء اللي كنشاهدوها في هذا العصر هذا.